أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتكلم شوية على موضوع التصميم باستخدام الذكاء الاصطناعي، وراح نناقش موضوع بهذا المجال. تابعونا. راح نتكلم على موضوع الكليبينج ماسك. طبعا لو عندنا هذا النص اللي هو هذا الحرف، حرف الجي، ولو حبينا نضيف له بعض التأثيرات نغير لونه، اكو من ضمن التقنيات اللي هي تقنية الكليبينج ماسك. طيب شنو هي الكليبينج ماسك؟ عندنا خلفية او صورة، هذه الصورة راح نخلي لون خلفية النص من نفس لون خلفية هذه الصورة، من خلال انه نخلي الصورة اعلى طبقة النص ونضغط عليها كليك ايمن ونختار create clipping mask. مثل ما نلاحظ طبعا النص راح ياخذ لونه من لون الخلفية، وبالتالي راح يصير بعض التأثيرات. طبعا راح نجرب هذا التأثير باستخدام الذكاء الاصطناعي، وراح ناخذ كمثال موقع ادوبي فايرفلاي، طبعا موقع شهير تعامل مع الذكاء الاصطناعي. طيب لو اجينا بجوجل كتبنا ادوبي فايرفلاي ونختار اول خيار، طبعا نضغط get firefly free، راح نكتب هذه العبارة ومن ثم طبعا generate. طبعا طلعت لنا هذه الاشكال، نختار مثلا هذا الشكل، وطبعا راح نحمله download. الان عندنا بالرفرنس او بالسورس نضغط على هذا الخيار، وطبعا راح نختار حرف G continue، وطبعا عندنا هنا طبعا الفاليو راح نعليها باعلى قيمه، وهنا طبعا بالرفرنس راح نضغط على هذا الخيار ونحمل هذه الكره المغطاه بالسائل اللي طبعا حملناها قبل قليل. صار عندنا بالمصدر الاول حرف الجي، بالمصدر الثاني هذه الكره، وطبعا راح نضغط على جنريت. طبعا مثل ما نلاحظ نتائج رهيبة جدا، نتائج جميلة ولطيفة لحرف الجي. طبعا مثل ما نلاحظ مثلا هذه النتيجة، وطبعا فرق شاسع ما بين هذه النتيجة وما بين هذه النتيجة. طبعا الذكاء الاصطناعي يتفوق في هذا المجال باستخدام الكليبينج ماسك الـ3D، وطبعا النتائج رهيبة ومذهلة.